ما نمتش من امبارح من القلق، في ايه؟ انا اقدم شديد اعتذاري، لكن الموضوع ما يتحمل تاجيل. العقد اللي انت مضيتيه علشان تاخذين الوكاله في القاهره فيه شروط. الشروط هذه لازم خلال 6 أشهر تفتحين فروع، لكن للاسف ما تم شيء. ايوه، ما هو بس انا سمعيني، انا معاك، ماني ضدك، لكن يعني انا اول ما عرفت اللي حصل في الكواليس يتبلغك. ما انا كنت بفكر يا عابد لا تفكرين، الوقت ما يتحمل تفكير، لازم نسرع. ايوه، ما انا كنت ناوي اعمل بس تعملين. سمعيني، انت النجاحات اللي عملتيها كلها حلوه وممتازه، لكن احنا نفكر في فروع ثانيه، اعمال ثانيه، مثلا لازم نوسع العمليه، ندخل في احذيه، شنط، هذا يخلينا نفتح فروع اكثر وامتيازات اكبر. ما هو ده فعلا يا فندم الخطه اللي انا كنت ناوي اعملها، ان انا اكبر واوسع. اوكي، حلو الكلام هذا، لكن للاسف التاخير اللي حصل منك بدا يفتح عين كثير من المستثمرين المصريين، وعرفوا الموضوع وبداوا ينافسونا ويدخلون ومستعدين يفتحون 10 فروع.